أحسن الله إليك. يقول السائل: أخي رضع مع فتاة، فهل يجوز لي أن أتزوج بها؟ إذا كان أخوك رضع من أم الفتاة صارت أخت له من الرضاع، وأما أنت فأجنبي منها، لك أن تتزوج بها، لك أن تتزوج بأخت أخيك من الرضاع لأنك أجنبي منها. أما إذا كانت هي رضعت من أمك، إذا كانت هي رضعت من أمك مع أحد إخوانك، فإنها تكون أختا لكم جميعا، لا يجوز لك أن تتزوج منها لأنها رضعت من أمك، أصبحت أخا لها. أما إذا كان أخوك هو الذي رضع من أمها صارت أختا له خاصة فقط دون إخوانه، فلك أن تتزوج بها.